نروح للرياضة تاني. اتحاد الجودو برئاسة مرزوق علي نظم بطولة رياضية بتقام منافستها خلال مهرجان العالمين، وهتقام البطولة العربية للجودو ضمن المهرجان الرياضي في الفترة من 24 لحد 30 أغسطس المقبل، وده لفئات البراعم والشباب والناشئين. هنتكلم أكتر عن البطولة مع كابتن مرزوق علي رئيس اتحاد الجودو. كابتن مرزوق، برحب بحضرتك. ازاي حضرتك؟ انا برحب بحضرتك وبكل مشاهدينك الكرام. اهلا بيك. شايف ازاي في البدايه وجود البطوله العربيه للجودو في مهرجان زي مهرجان العالمين وفي مكان متميز زي العالمين؟ طبعا احنا لازم نشكر سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي والدوله المصريه على المدينه السحر والجمال اللي احنا قلنا عليها السنه اللي فاتت. احنا نظمنا البطوله دي السنه اللي فاتت في العالمين، وكانت ردود الافعال كانت ايجابيه جدا جدا، والانبهار اللي كان واضح على كل الدول العربيه اللي شاركت في البطوله. فكان لزمن علينا وكان طلب الناس كلها ان احنا البطوله تبقى ثابته كل سنه من ضمن موسم العالمين. فاحنا كاتحاد عربي، انا نائب رئيس الاتحاد العربي، عرضنا الموضوع وخدنا موافقه ان البطوله كل سنه تقام في العالمين. السنه دي الموسم مختلف تماما وتطور اكتر من السنه اللي فاتت بمراحل كتيره جدا. الناس اشتغلت عليه بطريقه كبيره جدا، وكل الناس متابعه حجم التطور وحجم الانجاز اللي حصل هناك. بجد حاجه فخر وحاجه محترمه تليق ببلدنا وتليق بشكل مصر قدام العالم كله يعني. طيب كلمنا عن الترتيبات الخاصة بالبطولة بالتحديد، الاستعداد ليها وعدد المشاركين، وإيه اللي هننتظره مع نهاية المهرجان تقريبا، التوقيت اللي هتقام فيه البطولة؟ احنا الحمد لله احنا في تعاون كبير جدا 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 بين الدولة المصرية، وفي تعاون بوزارة الشباب والرياضة مع الوزير الدكتور أشرف صبحي والشركة المتحدة للخدمات الرياضية. في تعاون وثيق وكبير جدا بيننا، شغالين على البطولة بقالنا فترة، خلاص الاستعدادات في نهايتها وابتدينا نجهز في صالة التدريب، وابتدت الوفود هتبتدي توصل بكرة ان شاء الله. البطولة إن شاء الله هتبقى قوية جدا، مشاركة كبيرة جدا من الدول العربية، أغلب الدول العربية مشاركة فيها. هي بطولة عربية للأندية، جميع الأندية من الدول العربية مشاركة. هي إحنا بنستغل الرياضة في الترويج والتسويق لمدينة بالجمال والسحر ده، بنعرض صورة بلدنا وجمهوريتنا الجديدة من خلال الرياضة. الناس بتيجي تشوف بلدنا بقت عاملة إزاي والتطوير اللي حصل في عهد سيادة الرئيس. مستعدين كويس جدا، وحركة الموسم دلوقتي خلاص ما بقاش مجرد موسم بيتعرض، الناس كلها بقى عندها انطباع وبقى عندها يقين ان احنا موسم العالمين بقى باهم المواسم اللي موجوده في العالم حقيقي. كمان وجود اماكن مجهزه علشان تستقبل رياضات مختلفه، احنا شايفين مش الجودو بس لكن بطولات كتير تمت على ارض العالمين الجديده، وكان في تجهيزات خاصه وملاعب متميزه. فكره تواجد الرياضه في العالمين الجديده مش مكان لمجرد بس يعني نزول البحر او يكون في شواطئ مفتوحه، شايفها ازاي؟ لا احنا هي حضرتك احنا بنتكلم دلوقتي على مدينه متكامله، يعني الموضوع احنا لو جينا اتكلمنا على الجزء الثقافي موجود، الجزء الرياضي موجود، الجزء الفني موجود. حضرتك انت اللي هيجي مش هيلاقي مكان احسن من كده في العالم ان هو يقضي فيه الاجازه بتاعته او يقضي فيه الصيف بتاعه. حضرتك كل الهوايات وكل الانشطه متواجده في المدينه، حضرتك الاحداث الرياضيه متواجده وليها اماكن مخصصه، الناس كل الناس حاسه بالامان، كل الناس حاسه بالاحتفالات اللي موجوده. حضرتك انت انا وجهه نظري هي مدينه للسحر والجمال، مدينه متكامله لاي حد عايز يقضي اجازته او الصيف بتاعه، اعتقد مش هيلاقي حته زي دي في العالم يقضي فيها الاجازه بتاعته يعني. حقيقة أنا بشكرك شكرا جزيلا كابتن مرزوق علي رئيس اتحاد الجودو، وأكيد هننتظر بطولة قوية وفعاليات متميزة زي ما قلت هيشارك فيها عدد كبير من الدول العربية.